كنا هون بمنطقة جنديريس عم نبني مخيم جديد، فعم يحكونا عن قصة ولد من حرستا اسمه محمود. أبوه شاف الزلزال وصارت البناية تتكسر، زدته من الشباك لتحت. طبعا العيلة كلها ماتت، أبوه وإخواته وأمه كلهم، صفي هو لحاله عن جده أبو أمه. هاي محمود، شو اسمك أنت عمي؟ شو اسمك؟ محمود. شلون طرت؟ شلون؟ طرت وقعت من فوق؟ لكن ها وينو جده؟ شلون وقعت جده من البناية؟ من فوق؟ شلون طرت وجيت بالتراب؟ شلون؟ بس احكي لنا قصته عمي. والله وقت صار الزلزال نحن ما بنعرف شيء، يعني ما ساكنين معهم. قام هو اللي عم بيقول لنا طرت هيك وجيت بالتراب تحت. عاد شلون مي نازل؟ شلون زاد طينه؟ يعني اوقيت بيحكي اوقيت ما بيرضى بيحكي. انت وين لقيته؟ الجيران لقوه برا بالشارع، برا بدون مو تحت الردم. لا مو تحت الردم. واهله بعد كم يوم طلعتوه؟ اربع ايام. هذا الولد محمود من مهجرين، محمود أداد من مهجرين مدينة حرستا، مقيم حاليا بالمخيمات على أطراف جنديرس، صفي لحاله عن جده أبو أمه. طبعا العيلة كلها توفت، صفي بس هو لوحده من العيلة. جيران يعني هو عم يحكي بس يكون مرتاح إنه أبوه اللي زادته من الشباك، فبدنا حدا يتكفل الولد ويتكفل بجده مشان يحسن يعينهم على تربايته. الله يجزاكم خير.